مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج موارد اللي راح نبحر فيه معاكم في عالم الاقتصاد. الاستثمار في قطاع التعليم من الاستثمارات اللي لها مردود كبير على المجتمعات، وفي برنامج موارد نحرص على إظهار العلاقة اللي تربط التعليم بالاقتصاد. خلونا ننتقل معاكم الحين إلى استديو غرفة البحرين مع الزميل إبراهيم التميمي وتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. شكراً للأخت العزيزة ريم سيف. نكمل في حوارنا مع الدكتور وهيب الخاجة عضو مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة البحرين عن التعليم والاستثمار في التعليم. دكتور، وقفنا عند نقطة وايد مهمة، سألتك سؤال قبلها، قلت لك إن إحنا هل البحث العلمي يحتاج إلى دقيقة أم إلى حلقة؟ قلت لي إلى حلقة. لكن أنا سؤالي قبل أن أنطلق في البحث العلمي، هل أنت تبي تسوي مراكز بحث علمي في البحرين بهدف زيادة السياحة التعليمية ولا بهدف البحث نفسه؟ هو في الحقيقة يعني مراكز البحث العلمي ممكن إحنا ننشئ وحدات في البحوث والتطوير في المؤسسات التجارية والصناعية الكبرى. نعم. زين، وأيضا في وزارات الدولة يكون في وحدات يونتس حق R&D والإنوفيشن. نعم. ومن خلال هاي الوحدات مع المؤسسات البحثية الموجودة في الجامعات الخاصة والحكومية يكون في شبكة وطنية. نعم. بحيث تشمل الشركات والمصانع الكبرى والجامعات الحكومية الخاصة ومركز دراسات ومجلس التعليم العالي ومؤسسات الدولة المختلفة، كلها تكون تحت مظلة شبكة تعنى باحتياجات ومتطلبات البحث والتطوير في مملكة البحرين. دكتور، شنو مشكلة؟ ليش ما تصير؟ عملية بسيطة، يعني شبكة، هي شبكة الإنترنت متوفرة، شبكة اتصالات متوفرة. نعم. شو اللي يمنع الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية وأي مكتب بحوث في أي شركة إنه يتواصلون عبر هاي الشبكة؟ إحنا نحتاج يعني شبكة بس بشكل هيئة، ما لا يعني خلينا نقول هيئة على أعلى مستوى. نعم. زي بحيث تشرف على أعمال هذه الشبكة ويتم التوجيه السليم بحيث أن البحوث تنصب في احتياجات ومتطلبات مملكة البحر. نعم. سواء حق القطاع الحكومي أو حق القطاع الخاص، البحوث اللي تقيمها الجامعات تركز على المتطلبات هذه وعلى هالبحوث بحيث يكون لها مردود يعني مهم، وأيضا استقطاب أيضا طلبة دوليين دراسات عليا وماجستير ودكتوراه للعمل في هذا البحوث. اعذر جهلي في الموضوع. الحين احنا اذا احنا كنا طلبة الماستر ماجستير في برامج معينة ندخل فيها البحث مالنا، يقول لك والله هاي البحث مقتبس ولا غيره. هل هدف من هاي شبكة البحث العلمي ان ندور على الاقتباس من البحث؟ ما لا يعني الاقتباس، ما في اقتباس، في انت احتياجات مملكة البحرين ومتطلباتها. واحنا ما في ما يمنع ان نسوي مقارنة مرجعية وأحسن الممارسات موجودة برا بحيث أنها تنعكس على متطلبات البحث العلمي في المملكة واحتياجاتها. زين، فنتعلم من البحوث الموجودة ونشوف نطبقها على مملكة البحرين. الحين لازم نشوف خل الجامعات ومؤسسات تصب بحوثها ودراساتها على متطلبات المؤسسات الموجودة في تطويرها والبحوث والدراسات، تتعاون مع الجهات الحكومية ومركز دراسات. إيش كثر بيكون في عائد على الاقتصاد الوطني دكتور؟ إحنا ممكن نشترك في مواقع عالمية تقدم لنا آخر البحوث على مستوى العالم، وأن تكون أرخص من إنشاء شبكة. هو ما في يعني تكلفة إنشاء شبكة، كل جهة معنية تتحمل ميزانية الصرف على هذه، يعني إذا كان الجامعات عندها ميزانياتها الخصوص، إذا كان وزارات عندها ميزانياتها في الخصوص، إذا كان شركات كبرى صناعية أو تجارية عندها ميزانياتها الخصوص، وهذه وحدات هي أيضا تقوم بالدراسات، تدفع لجهات استشارية كبيرة مئات الآلاف من الدنانير لتعمل لها دراسة ولا تعمل لها بحث معين. فأولى أن تنصب الخبرات كلها لهالمؤسسات للشبكة، كل من يستفيد من هالدراسات بحوث، وأيضا استقطاب طلبة أجانب أو طلبة دوليين يجون البحرين ويعملون ماجستير دكتوراه في هالبحوث اللي تعني متطلبات التنمية في البحرين. فإحنا نرى يعني أن استقطاب طبعا الطلبة الأجانب لمردود كبير
انعكاساته على احتياجات البحرين وتنمية مصادر الدخل. وإحنا شفنا خلال غرفة أرسلت وفود لأستراليا وماليزيا وبريطانيا، وجدنا أن يعني الطلبة لكل طالب تستقطب دولي ينعكس على إيجاد وظيفتين إلى ثلاث وظائف عمل للمواطنين. كل طالب يعني تم استقطابه من الخارج، نعم، ينشئ وظيفتين، وظيفتين إلى ثلاث وظائف. دكتور تقدر توالي معلومات مهمة في المقابلات. قلت الدولار، نعم، يعاد ماله 10 دولار، نعم، الدولار استثمار في التعليم 10 إلى 15، نعم. وقلت الطالب الأجنبي اللي نجيبه للبحرين، نعم، ينشئ وظيفتين إلى ثلاث وظائف، إلى ثلاث وظائف، نعم، في الخدمات المساندة، يعني مثلا ينشئ وظيفة في فندق، ينشئ وظيفة، نعم، في، نعم، فإحنا مردودة يعني التعليم استثمار كبير أمام، يعني استثمار أساسي التعليم، أنت تصرف في التعليم، تحط في التعليم، لكن مردودة كبيرة عليك. فإحنا لما الحمد لله البحرين مهيئة لأن تكون مركز من مراكز R&D Research and Development، ويعني التطوير والبحوث والإبداع أيضا، فإحنا ما ينقصنا شيء الحين إلا نحط خطة عمل وجلوس مع الجهات المعنية والتفاكر معهم. الحمد لله تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وهي جدا متجاوبة من الفكرة إنشاء هيئة وشبكة وطنية للبحث والتطوير، وهذا شيء طيب. وأنا نأمل غرفة تجارة صناعة البحرين خلال الأيام القادمة إن شاء الله أن يكون في يعني هناك تبني للفكرة ودعم لها، دعم أساسي، ومن خلاله نستطيع أن نقول أن نعم البحرين واقفة على خطى سليمة في ناحية البحث العلمي وتطوير البحث العلمي. دكتور وهيب أشكر، شرفتنا. أشكرك. يقول الإمام الشافعي أن يجب أن نصبر على مر الجفا من معلمي. أكيد. زميلة ريم عندك المايك. رجعنا لكم مشاهدينا، وكل الشكر للزميل إبراهيم التميمي وضيفه الكريم البروفيسور وهيب الخاجة على هذه المعلومات القيمة في الجزء الثالث من هذا اللقاء. ورح ننتقل معكم الحين إلى التقرير التالي ومعلومات أكثر حول قطاع التعليم، نتابع. يساهم التعليم العالي بشكل كبير في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الابتكار وزيادة المهارات، كما يعد التعليم من أبرز الوسائل التي تحسن نوعية الحياة وتتصدى للمشكلات والتحديات الاجتماعية والعالمية، بالإضافة إلى مساهمة الطلاب الدوليين في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدول التي يدرسون فيها. يساعد التعليم العالي على تقديم فرص للطلاب تدعم الاقتصاد العالمي، حيث تساهم الجامعات في إعداد الطلاب للعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، كما تمنحهم فرصة التقدم والاستمرار في سوق العمل لفترة طويلة، بالإضافة لفرص عديدة لجذب المهنيين وإشراكهم في التدريب والتطوير المهني. فالتعليم أداة اقتصادية للدولة، فإنه يقوم بتحسين حياة الأفراد وزيادة دخلهم ويطور إنتاجيتهم ومجتمعهم، وله دور كبير في الاقتصاد لا يقل أهمية عن دور الموارد الاقتصادية الأخرى. مستمرين معكم مشاهدين في فقرات برنامج موارد، ورح ننتقل الحين إلى فقرة منوعات اقتصادية، نتابع. ريبوت معهد برمجة الأول من نوعه في الشرق الأوسط كامل، ويعتمد على منهج 01EDU. 01EDU منهج أوروبي معروف وبروفن، تم إثبات أنه هو أحسن منهج لتدريب الكودينج. ومن هل يعني الدلائل على هاي الشيء أنه أكثر من 20,000 ستودنت تخرجوا على هالمنهج في خلال 25 سنة الماضية، وتقريباً 99% منهم توظفوا.
أولاً وظائف البرمجة حين يعني المجال مفتوح بشكل هائل، وما شاء الله المعاشات في هاي المجال تكون مرتفعة شوية أكثر من المجالات الباقية. فأول شيء إنه سواء في الخليج في البحرين أو عالمياً المجال حق البرمجة وايد مفتوح وايد مطلوب، فالوظائف في هاي الفيلد وايد محتاجينها الشركات. وبالنسبة حق البحرين، البحرين معروفة يعني إن إحنا عندنا التالنت المواهب من أحسن ما يكونون، وهاي المواهب إحنا بس نبي نعطيها الفرصة إنها تدخل في مجال إنه عالمي ومجال الناس يحتاجونه يعني والشركات تحتاجها. فاللي إحنا نبي نسويه إنه نبي نعطي هاي الفرص حق البحرينيين، نبي نعطي البحرينيين الفرصة إنهم يحققون أحلامهم، سواء أنت والله متخرجين في برمجة أو متخرجين مثلا في أكاونتينج ولا حتى هندسة بس تبون تغيرون مجالكم تقدرون، فما في شيء اسمه فات الأوان. شنو احنا ندرب؟ احنا ندرب على الفول ستاك. الفول ستاك هو ان المبرمج لما يطلع يعرف انه يبرمج في الواجهة الخلفية او الامامية وحتى الديتا. فلما يطلعون من ريبوت، هاي اللي يميز ريبوت شوية غير، ان ريبوت بيتعلمون تقريبا 70% من لغات البرمجة الموجودة في يعني في العصر الحالي، وغير هاي بيتعلمون شلون يقدرون يدربون نفسهم عن شلون يتعلمون لغات البرمجة الجديدة في المستقبل. فيعني هذه مهارات بيكتسبونها طول عمرهم، مو بس فترة محددة وبعدين بينسونها. وآخر شيء إنه طبعاً بيتدربون على أكثر من 50 بروجكت أو مشروع في خلال هالسنتين اللي بيكونون قاعدين يتدربون معنا. أول يعني 18 شهر هم اللي بيتعلمون الفرونت أند، الباك أند، الديتا، هاي كلها بيتعلمونه. آخر 6 شهور يقدرون يتخصصون في واحد من 7 تخصصات اللي عندنا. فوالله مثلاً إذا أنا أبي أدخل في الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، أبي أدخل في السايبر سيكوريتي، الأمن السبراني، ولا أبي أدخل مثلاً حتى في جيم ديفلوبمنت عندنا، يقدرون يختارون من تخصصات متعددة. فلما يطلعون من عندنا مو بس إنه بيكون هما بيتخرجون as mid senior level، فيعني ما بيدخلون كبيجنر، بيدخلون كشخص already عنده خبرة وعنده portfolio ومشاريع مشتغل عليها. وبكذي نكون وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا اليوم. بإمكانكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. ودمتم في رعاية الله.